بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس رقم 122، 122 من سلسلة شرح دروس من سلسلة دروس شرح كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي من تصنيف الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمهم الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن نقرأ منه بما يشبه طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها. والتعليق عليها. ونحن نقرأ من طبعة دار القلم في دمشق بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى. أرجو منكم جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما. افتحوا الكتاب المقرر إذا سمحتم جميعا على صفحة 493، 493 من الجزء الأول الذي هو نفسه المجلد الأول. ما زلنا في كتاب الزكاة، وتحديدا في مسائل زكاة الأنعام وما يتصل بها. وقلنا فيما مضى أن بعض المسائل مشتركة بين جميع أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، يعني في أحكام مشتركة بين جميع أنواع الأموال، سواء كان المال اللي عندي ذهب أو فضة أو نقود ورقية أو عروض تجارية أو زروع ومحاصيل زراعية أو أنعام مواشي أو غير ذلك من الأموال التي تجب فيها الزكاة، في أحكام مشتركة ستتكرر معنا، يعني مثل شروط وجوب الزكاة، تمام، وما ونحو ذلك. وفي أحكام خاصة بكل نوع من أنواع الأموال، في أحكام خاصة بكل نوع من أنواع الأموال. إحنا طبعا حسب ترتيب الكتاب بدأنا بالنوع الأول اللي هو إيش، اللي هو الأنعام. وهذا عادة في الكتب القديمة، كتب الفقه الإسلامي في المذاهب كلها في الغالب يبدأ بزكاة الأنعام، بخلاف مثلا العرض في الكتب الفقهية المعاصرة إذ يبدأ بزكاة النقدين وكذلك زكاة العروض، لأنها الأكثر الناس يسألون عنها يعني بشكل أكبر، وهي لصيقة بسواد أعظم من الأغنياء والأثرياء. طيب، وصلنا إلى عنوان باب صدقة الخلطاء. باب صدقة الخلطاء، كلمة باب هنا هذه من صنيع مصنف الكتاب الإمام الشيرازي، وكذلك كلمة صدقة الخلطاء. وقلنا الإمام الشيرازي كغيره من الفقهاء يستخدمون كلمة صدقة للدلالة على الزكاة، وليس المقصود هنا الصدقة اللي هي صدقة التطوع اللي هي من النوافل من المستحبات من المندوبات، لا، المقصود الزكاة الواجبة اللي هي ثالث أركان الإسلام. طبعا القرآن الكريم استعمل كلمة صدقة للتعبير عن الزكاة، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، فكلمة الصدقات هنا يعني الزكوات. على أي حال هذه قضية اصطلاحية لن نقف عندها كثيرا هنا. في هذه المسألة صدقة الخلطاء، هذا عنوان من صنيع الإمام الشيرازي وليس من صنيع محقق الكتاب الدكتور محمد الزحيلي. الدكتور محمد الزحيلي يضع عناوين فرعية حتى يساعدنا ويساعد غيرنا من طلبة العلم في دراسة هذا الكتاب المبارك، لكن هذا عنوان يعتبر عنوان مسألة كبرى، تمام، باب صدقة الخلطاء، هذا من صنيع الإمام الشيرازي. إيش المقصود بصدقة الخلطاء هنا في الماشية أعزكم الله؟ إنه إذا واحد عنده قطيع من الغنم
وواحد آخر أخوه ابن عمه قريبه صديقه عنده قطيع آخر من الغنم، فخلطوا القطيعين وجعلوا لهما راعيا واحدا، تمام، وهذا القطيع المشترك أصبح يرعى في مكان واحد، تمام، يعني نفس المرعى نفس المراح نفس الزرائب تقريبا، هو كلها سائمة، وسائمة أغلب العام، تشرب من نهر واحد وترعى في مرعى واحد وتسرح في مسرح في مراح واحد وفي حظائر واحدة تقريبا وراعي واحد. فقال لك ما دام الأمر هكذا هذا مال مختلط، طبعا هذا له غنمه وذاك له غنمه، هذا معلم الغنم بإشارات بربطة في العنق إلى آخره، عارف الغنمات تبعون، عنده 40 50 رأس 100 رأس إلى آخره، وذاك عنده أيضا رؤوس بعدد قريب أو أكثر أو أقل إلى آخره. الشاهد إنه صار عملية خلط لهذا القطيع مع ذاك، فصاروا كأنهم قطيع واحد. فالآن لما نخرج الزكاة بعد عام كامل بعد حولان الحول، نخرج زكاة القطيع على إنه مال واحد، ولا كل واحد يخرج زكاة ما عليه من الرؤوس بالنظر إلى ما يملكه فعليا من هذه الرؤوس؟ واضح الفكرة؟ إنه خلطنا القطيعين وصاروا قطيع واحد من حيث الظاهر، فيما يشرب من أين تشرب الأنعام، أين تسرح، أين ترعى، والراعي عليها إلى آخره، كل واحد. فالناظر من بعيد لا يفرق، هذا كله قطيع واحد. فهل نتعامل مع القطيع المخلوط هذا على أنه مال واحد؟ ممكن يأتي سؤال، يعني يقول لك طب إيش الفرق، يعني لو كل واحد زكى زكاته لحاله، أو عن إنه نعتبر القطيعين قطيع واحد، في فرق، ممكن يقل الزكاة وممكن تزيد، تمام، ممكن تقل الزكاة وممكن، يعني مثلا احنا لو كانوا قطيعين من الإبل وخلطناهم، مش احنا قلنا مثلا زكاة نصاب الإبل 5 من الإبل فما فوق، طيب من 25 ل 46 رأس ل 36، من خمسة، إذا كنتم تذكرون الجدول الذي كتبناه استنباطا واستخلاصا من كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قلنا من 25 رأس إلى 36 إلى 35 بكون عليه بنت مخاض، بكون عليه بنت مخاض، تمام. فالآن لو كان مثلا كل واحد عنده 15 من الإبل، كل واحد عنده 15 من الإبل لحاله، ال15 من الإبل عليها إيه؟ عليها 3 شياه، عليها 3 شياه زكاتها عند حولان الحول. لكن لو خلطنا ال15 مع ال15 صار المجموع 30، يعني صار عليه على القطيع كله بنت مخاض، بنت مخاض أرخص من 6 شياه، بنت مخاض أرخص من 6 شياه في الغالب. لو كل واحد بده يطلع الزكاة لحاله، هذا بده يطلع 3 شياه عن 15 من الإبل، وذاك بده يخرج 3 شياه عن 15 من الإبل. لما ضمينا القطيعين مع بعض وتعاملنا معهم على أنه قطيع واحد، صاروا 30 رأس، ال30 رأس عليها بنت مخاض، بنت مخاض اللي إلها سنة ودخلت في الثانية، بنت المخاض أرخص من سعر 3 6 شياه. فهكذا الخلط استفاد منه الاثنين بأنه طلع عليهم بنت مخاض. فطبعا الحل أنه يشتركان في شرائها، تمام، ويخرجاها إلى مؤسسة الزكاة، بيعطوها للساعي لجابي الزكاة بنت مخاض عن القطيعين اللي هم قطيع واحد مختلط، كل واحد بيدفع 50% من سعرها، وبيطلع عليه أقل من ثمن 3 شياه.
هون ايه استفاد كل من صاحبي القطيعين من هذا الخلط اللي حصل خلال السنة كلها، بانه كان مرعى واحد، راعي واحد، مسرح سراح واحد الى اخره، وخفت عليهم التكلفة. ممكن واحد يسأل طب ليش الناس بتخلط مالها؟ بتخلط مالها عشان تقل تكلفة الرعاية والرعي وما شابه. انت لما تحط راعي واحد على 15 من الابل غير لما تحط راعي على 30 من الابل، في الحاله هاي بدك تدفع نصف راتبه، تمام؟ النصف الاخر بده يدفعه الشريك الاخر، فنفقه الرعايه والمتابعه بتكون اقل. فيلجأ كثير من يعني اصحاب المواشي، خاصه اللي بيعتمدوا على الرعي، واللي هي شرط في الزكاة، هنا زكاة الأنعام تكون سائمة أغلب العام، فهذا مفيد لهم. فالناس قديما وحديثا كانت وما زالت تخلط المواشي، وبعدين هم فيش عنده مشكلة، المال غير لن يضيع، لأن معلم يعلم كل واحد المواشي التي له بعلامة مميزة، فيعرف الرؤوس التي له، ولئن اختلطت برؤوس غيره ما في مشكلة، امتى ما بده يفصلها يفصلها، والله هو حاطط لون احمر على قرونها، او خاتمها بختم، او الى اخره. هناك طرق متعددة لتمييز الرؤوس في يعني في الانعام، سواء بقر او ابل او جواميس او غنم او عنز الى اخره، اعزكم الله. واضح. واحيانا بيكون الخلط يؤدي الى زياده العدد، زياده مبلغ الزكاه. يعني هو لا شك انه عمليه خلط قطعان الماشيه بين الاصدقاء او بين الاخوه او بين الجيران توفر عليهم تكاليف الرعايه من رعي ونحوه وحراسه وغيره، وقد يستفيدوا من هذا الخلط في تقليل مقدار الزكاة الواجبة كما في المثال اللي ذكرته قبل قليل، وقد يكون نتيجة الخلط زيادة المبلغ، مبلغ الزكاة الواجب على هذا القطيع اللي هو عبارة عن نتاج من خلط قطيعين أو أكثر. كيف مثلا واحد عنده 20 من الإبل، العشرين من الإبل عليها كم؟ 4 شياه، تمام؟ عليها 4 شياه. واحد آخر عنده 20 من الإبل، خلطوا العشرين مع العشرين صار قطيع من 40، وراعوا سنة كاملة. 40 عليها كم؟ عليها بنت لبون، فبنت اللبون ممكن تكون أغلى من 8 شياه، وممكن تكون مساوية. بنت اللبون غالية. إذا كل واحد بده يطلع زكاة لحاله بده يطلع عليه كم؟ 4 شياه، لأنه عنده 20 رأس من الإبل كما حسب الجدول. لكن إذا اعتبرنا القطيع واحد، فالقطيع المخلوط الجديد هذا اللي حال عليه الحول 40 رأس. ال40 رأس فيها كم؟ فيها بنت لبون، وبنت اللبون هذه غالية. فيعني ممكن يكون نتيجة الخلط زيادة مبلغ الزكاة الواجبة على القطيع الجديد، وممكن تكون تقليل مقدار الزكاة الواجب على هذا القطيع الجديد اللي هو المخلوط، تمام؟ فقد يستفيدا وقد يتكلفا زيادة على حسب يعني أعداد الرؤوس، لكن بكل الأحوال في استفادة من حيث تقليل النفقات. فرب واحد يقول لك يعني طب ليش يتعبون الفقهاء في هذه المسألة؟ خلاص كل واحد يرعى لحاله، وكل واحد يربي حلاله لحاله، ويربي ماشيته لحاله بدون ما يغلبون معهم. القضية إنه الناس اتجهت نحو الخلط، خاصة في المواشي، في المواشي يعني في الأموال الأخرى من زروع وعروض تجارية الموضوع مختلف. في المواشي لجأت منذ قديم الزمان للخلط. واحد عنده مثلا
خمسة من الإبل يحط لها راعي واحد، هذه قليلة. لا بقول لك مع بقية جيراني، هذا عنده خمسة، هذا عنده 10، هذا عنده 15 إلى آخره، فصار المجموع قطيع كبير، 50 رأس من الإبل بحطوا لهم راعي واحد، بيكلف تكلفة أقل، وبدير باله، وبتوجهه في مكان واحد، يشربوا من مكان واحد، ويسرحوا في مكان واحد إلى آخره، ومرعى واحد إلى آخره. فالناس يعني اتجهت نحو الخلط في المواشي لما وجدوا من فائدة تعود عليهم جميعا، أي الخلطاء، بأنه تقليل التكلفة، تكلفة الرعاية والرعي وما شابه. تمام. طيب الفقهاء في هذه المسألة الآن نطلع الزكاة على اعتبار أنه هذا القطيع الجديد قطيع واحد، كأنه مملوك لمالك واحد، ولا خلاص كل واحد يطلع الزكاة لحاله وإن اختلطت المواشي؟ الجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم من فقهاء التابعين يرون أنه خلط مال الزكاة الذي تجب فيه الزكاة وكان مملوكا لأكثر من مكلف من المكلفين من المسلمين، تمام، فيؤثر هذا الخلط في الزكاة في مقدار الزكاة الواجبة. الشافعية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم من فقهاء التابعين قالوا خلط الأموال الزكوية في الماشي على الأقل، الموضوع اللي أمامنا الآن، يؤثر في مقدار الزكاة الواجبة، بمعنى أننا نتعامل مع القطيع الجديد اللي هو الخليط هذا كما لو كان قطيعا واحدا مملوكا لشخص واحد عندما نحسب الزكاة. هذا كلام مين؟ الشافعية والمالكية والحنابلة. وخالف في هذه المسألة السادة الحنفية مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقالوا لا تأثير للخلط، كل واحد عليه الزكاة الواجب حسب عدد الرؤوس، موضوع الخلط هذا موضوع يعني أنه يقلل التكلفة، يحط راعي واحد وين يرعاها وين يحفظها من أين تشرب، هذه قضايا لا دخل لها في الزكاة. بده يخلط يخلط عشان يقلل النفقة، ما فيش مشكلة، بدوش يخلط بده يحط راعي لحاله حر هو، لكن في كل الأحوال حساب الزكاة على الرؤوس التي يملكها لا يدخل، لا يؤثر فيه الرؤوس التي يملكها شخص آخر رعت رؤوسه أو ماشيته مع هذا الرجل الأول. مرة أخرى، الجمهور يرون أن خلط الأموال الزكوية وبالذات في الماشية، خلينا في الماشية، يؤثر في حسابها وفي مقدار الزكاة الواجبة، إذ أننا نتعامل ضمن الشروط، إذا وجدت شروط معينة سيأتي ذكرها، نتعامل مع هذا القطيع المخلوط اللي هي ماشية سائمة ترعى أغلب العام، والتي لها راع واحد وفي مرعى واحد وفي مسرح تسرح في مكان واحد وتشرب من ماء واحد، نتعامل معها على أنها قطيع واحد. لما نيجي نحسب الزكاة بنقول مقدار الزكاة على هذا القطيع كذا، الآن يا معشر الخلطاء اقتسموا هذا الكذا فيما بينكم، كل على حسب نسبته، أنت لك 30% من القطيع بتدفع 30% من مقدار الزكاة الواجبة، أنت لك 20% من القطيع بتدفع 20% من مقدار الزكاة الواجب، وجب على القطيع مثلا اللي نقول إذا قلنا بالقيمة 10,000 دولار، فكل واحد بيدفع ما وجب عليه، وهذا بيحسبه من؟ بيحسبه ساعي الزكاة اللي سميناه المصدق. طبعا مما لا شك فيه أن التعامل مع القطيع المختلط على أنه مال لشخص واحد أسهل في العمليات الإجرائية في حساب الزكاة بالنسبة للمصدق اللي هو الساعي اللي هو جاب الزكاة، أو لنقل يعني كما في زماننا مؤسسة الزكاة، هذا أسهل، تمام، مما نروح ندور على هذا عنده 5 إبل وهذا عنده 7 وهذا عنده 10 وهذا، تمام، أسهل. وهذا مذهب الجمهور، لكن الذي أراه والله تعالى أعلم بالصواب أن
هو لا تأثير لخلط الماشية في وجوب الزكاة على وتقدير الزكاة، بمعنى أن كل صاحب رؤوس تجب عليه الزكاة في ماله حسب عدد الرؤوس التي يملكها، حسب عدد الرؤوس التي يملكها، وخلط الرؤوس مع بعضها وإن توفرت الشروط التي ذكرها الشافعية وغيرهم لا يؤثر في مقدار الزكاة ولا في حسابها، فكل زكاة تقدر على كل مال لكل مالك تقدر حسب ما يملك. أنت كم رأس تملك في القطيع؟ 10 رؤوس من الإبل، إذن عليك شاتين. أنت كم رأس تملك؟ أملك 91 رأس، إذن عليك حقتان، تمام؟ فكما هو في الجدول، وكل واحد رؤوسه معلمة مميزة، أنت اشتركت في خلطتوها في الرعي في الرعاية، هذا لأجل تقليل التكاليف، هذه قضية خاصة حر أنت فيها، أحرار فيها، لكن ليس لها علاقة فيما كيفية حساب الزكاة وفي مقدار الزكاة الواجبة على كل واحد منكم، كل واحد مكلف وهذا ماله، تمام؟ فظروف الرعاية لا علاقة لها بالمقدار، أن ذمتي مشغولة لله عز وجل في مقدار معين من الزكاة في هذا المال الذي أملكه، فإذا خلطته مع آخر يقل هذا المبلغ أو يزيد، الخلط هذا اتجهت إليه لأجل تقليل التكلفة، تكلفة الرعاية. فلماذا جعلت يا معشر الشافعي جعلت هذا الخلط مؤثرا في موضوع مقدار الزكاة؟ وهذه الزكاة عبادة مالية، أنا بملك مال ملكا تاما، حال عليه الحول وهو بالغ النصاب عليه زكاة كذا، بتقول لي لا عليك زيادة كذا ليه؟ أو عليك تنقص لي ليه؟ لأني خلطت، أنا استفدت من الخلط، أنا كصاحب رأس مال، أنا بناقش الآن القضية نقاشا مقاصديا قبل الولوج فيها، هذه مسألة كبرى في كتاب الزكاة صدقة الخلطاء، وفر عليها الشافعية تفريعات ومسائل كثيرة كلها سنقفز عنها ونتجاوز عنها. لماذا؟ لأننا لا نوافق سادتنا الشافعية في هذا الاجتهاد الذي اجتهدوا فيه، ألا وهو تأثير الخلط في الزكاة الواجبة. موضوع الخلط موضوع استفدت أنا منه كصاحب ماشية في تقليل التكلفة، تمام؟ وأنا أصلاً إلي نصاب كامل وحال عليه الحول كلها سائمة، ليش عملية الخلط أستفيد منها أيضاً زيادة بالإنقاص من مقدار الزكاة الواجبة، أو يزيد علي مقدار الزكاة الواجبة لأني خلطت مع فلان؟ أنا لا، يعني ليس مالي ذاك، الرؤوس 30 أو 40 التي خلطت رؤوسي معها ماشي قطيعي معها أثرت في مقدار الزكاة إنقاصا أو زيادة. فالحنفية قال لك لا يؤثر الخلط، كل واحد له رأس مال رؤوس خاصة به يعرفها، كيف رعت أين رعت، المهم أنها سائمة، واجب عليه كذا فيها من الزكاة، وذمته مشغولة بذلك عبادة لله عز وجل. فظروف الحفظ لا ينبغي أن تؤثر في مقدار الزكاة، ومش قضيتنا الأساسية موضوع تسهيل الإجراءات في الحساب على المصدق اللي هو ساعي الزكاة أو الجابي أو مؤسسة الزكاة، هذه أمر تبعي، القضية الأساسية أنه المكلف بالزكاة تبرأ ذمته ويؤدي هذه العبادة المالية، والقضية الثانية أنه الفقير والمسكين يصلهم أو الفقراء والمساكين يصلهم حقهم الذي أوجبه الله تعالى لهم في مال أولئك الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فالأنفع للفقراء والأرفق بأصحاب الأموال، تمام؟ أما تسهيل الحساب
على مؤسسة الزكاة، هذا مش أمر أساسي، أمر تبعي، وإن كان مقصود لكن تبعي. تمام. أيضا موضوع يعني إنه قد ظروف الرعاية وظروف الحفظ وظروف الرعي، وهذه أمور ناس تفعل الأصلح لها بها، وهذا يختلف من زمان لمكان لآخر ومن مكان لآخر. فقد يكون الأصلح في زمان عدم الخلط، وقد يكون الأصلح في زمان الخلط لما تكون المراعي قليلة. تمام. وبعيدة، فمش معقول كل واحد يبعث راعي مع 5 من الإبل لمكان بعيد يروح النهار كله هو رايح جاي فيها. لكن لما تكون الأرض خصبة والمراعي كثيرة وواسعة منتشرة فقريبة من مكان نوم الإبل أو مبيتها، فسهل جدا إنها ترعى، ما مش بحاجة لراعي ومشترك، راعي مشترك أو مع القطيع الآخر أو ما شابه. يعني هذا أمر يستفيد منه أصحاب الأموال ويبحثون عن الأصلح لهم، والشريعة أباحت ذلك. الشريعة أباحت ذلك، ما قيدتهم لازم تخلط أو لازم ما تخلط. لكن أنت لما تقول له الخلط سيؤثر على مقدار الزكاة زيادة أو نقصا، أنت خليته يتحرى الخلط أو يتحرى عدم الخلط لأجل موضوع الزكاة بشكل غير مباشر، بشكل غير مباشر. وهذا مما يضعف حقيقة اجتهاد الجمهور، موضوع الخلط وتقليل تكلفة الرعاية والمتابعة والرعي، هذا موضوع الناس تتحراه بفطرتها حرصا على مصلحتها، تقليل النفقة مع تحسين جودة الإنتاج، ويختلف هذا تقديره من مكان لآخر ومن زمان لآخر كما أسلفنا قبل قليل. فخليها على راحتها، لكن الزكاة هي الزكاة، عبادة مالية. كم عندك من المال؟ 15 من الإبل، إذن عليك 3 شياه، أو على رأي الإمام أبو حنيفة قيمة 3 شياه حسب سعر السوق. تمام. فلا تزيد عليه ولا تنقص عنه إذا خلط مع آخرين. تمام. فصار موضوع الخلط صار مؤثر بشكل كبير في عملية تقدير الزكاة، وهي عبادة مالية. كيف ذمتي تكون مشغولة ب3 شياه لله عز وجل أخرجها الفقراء والمساكين عن طريق مؤسسة الزكاة، وقد تكون مشغولة ب50% من بنت مخاض؟ تمام. إذا خلطت مع قطيع آخر. لذلك والله تعالى أعلم، البحث المقاصدي في هذه المسألة وانسجامها مع مقاصد الشريعة في باب الزكاة يجعلنا نرجح رأي الحنفية في هذا الأمر، إنه الزكاة إنه لا تأثير للخليطين مطلقا، ويبقى المال على حكم الانفراد. كل واحد إيش عندك أموال من هذه الماشية، هل كانت سائمة أغلب العام، وهل هي بالغة النصاب ولا لا، وبعد بنحسب الزكاة سواء خلطها ما خلطهاش، خلطها مع قطيع من آلاف الرؤوس ولا خلاها ترعى لحالها. المهم هو ذمته مشغولة برقم معين مرتبط بعدد الرؤوس التي يملكها، ولا أثر للخلط على مقدار الزكاة الواجبة عليه لله عز وجل. والله تعالى أعلم. الآن سنقرأ إن شاء الله تعالى ما كتبه الإمام الشيرازي في هذا الموضوع، وهو طبعا منسجم تماما مع ما تقر عند الشافعية. ورأي الشافعية في هذه المسألة كلها رأي مرجوح، والله تعالى أعلم. دقيقة واحدة إذا سمحتم.
طيب نقرأ باب صدقة الخلطاء: للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة. وتقرأ في حاشية رقم 2 في أسفل صفحة 493 كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى من المجموع تعليقا على ذلك، شرح قال أصحابنا: الخلطة ضربان. بيتكلم هو في المجموع عن أصحابنا يعني الشافعية. طيب، ويكون أثرها في وجوب أصل الزكاة، وقد يكون في تكثيرها وقد يكون في تقليلها. ثم قال، يعني الإمام النووي قال: وبمذهبنا في تأثير الخلطتين، قال عطاء بن أبي رباح ومن فقهاء التابعين والأوزاعي، الإمام الأوزاعي وهو من أئمة الاجتهاد في عصر تابعي التابعين، وكذلك الإمام الليث بن سعد والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي الأصبهاني إمام المذهب الظاهري. هذول قالوا بإيه؟ بتأثير الخلطتين. وقال أبو حنيفة، يعني الجمهور تقريبا، وقال أبو حنيفة: لا تأثير للخلطتين مطلقا، ويبقى المال على حكم الانفراد، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. فرحم الله تعالى الإمام أبو حنيفة رحمة واسعة على هذا الاجتهاد الموفق في هذه المسألة الزكوية الكبرى الثانية. المسألة الأولى الكبرى التي رجحنا فيها رأي الإمام أبو حنيفة جواز إخراج الزكاة بالقيمة، وليس شرطا أن يكون بالرأس من الغنم أو البقر أو غيره، أو حتى في أنواع الأخرى من الأموال ممكن تخرج القيمة من دنانير ذهبية أو دراهم فضية أو جنيهات مصرية أو ريالات سعودية أو دولارات أمريكية إلى آخره، النقد السائد في البلد. وقال الإمام مالك والثوري وأبو ثور وابن المنذر، وهو أيضا من أئمة الاجتهاد، وإن كان ليس وليس على درجة واحدة من رتبة الاجتهاد، الإمام مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي، قالوا: إن كان مال كل واحد نصابا فصاعدا أثرت الخلطة، وإلا فلا. الإمام مالك قال لك لازم يكون يملك المالك نصاب، يعني 5 من إبل مثلا في موضوع الإبل فأكثر، اللي خالط مع القطيع 2 من إبل و3 من إبل و1 من إبل ما عليهوش حاجة، اللي خالط في القطيع المخلوط هذا 5 من إبل فما فوق بكون عليه زكاة، وتؤثر الخلطة في مقدار الزكاة. هذا على رأي الإمام مالك ومن وافقه، يعني لازم شرط أساسي في الخلطة هنا المؤثرة أن يكون كل واحد مالك نصاب فما فوق. الشافعية والحنابلة والظاهرية قالوا لا، ما حتى لو لم يكن مالك نصاب كما سيأتي تفصيله الآن. الإمام أبو حنيفة قال لك لا تؤثر، مالك نصاب عليك زكاة بحسب الجدول، ما مش مالك نصاب لا تملك نصاب ما عليكش زكاة. الآن مالك نصاب خلطته مع 1000 رأس، خلطته مع 2000، خلطته مع 10، ما خلطتوش واجب عليك شيء واحد، الواجب عليك مقدار واحد، وإلا ما فائدة الجدول إذا كان الخلط سيؤثر. الخلط قضية إجرائية للحفظ للرعاية يلجأ إليها الناس لتقليل التكلفة، وهذا أمر فطري بدهي، يحرصون على مصلحة ملوش علاقة بالزكاة، في ذمة عبادة مالية أعبد الله تعالى في إخراج هذا المال، عندي كذا رأس في جدول بمشي عليه، عندي 15 من الإبل بطلع 3 شياه، تقول لي حيختلف عليك صارت بنت مخاض وبتقسمها إلى عليك 30% عليك 20. ليه؟ لأنه الإبل رعت مع إبل الآخر، أنا بتكلم من ناحية مقاصدية. طيب نرجع للمتن: للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة، وهو أن يجعل مال الرجلين والجماعة كمال الرجل الواحد، فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد، صار القطيع كله قطيع واحد كأنه مالك واحد. طيب عليه كم؟ طلع عليه مثلا 3 بنات لبون، ومالك القطيع 4 5، فبنقول لهم بتدفعوا ثمن 3 بنات لبون. يعني هذا القول أصلا تأثير الخلطة في إيجاب الزكاة في الماشية، يجعل
رأي الإمام أبو حنيفة في مسألة جواز إخراج القيمة يجعله يعني يؤيده، لأنه عملية الحسبة الآن بدك تقول لي صار واجب بنت لبون أو بنت مخاض أو حقة، وكل واحد على هذا عليه 20% منها، وهذا عليه كيف كيف؟ قال لك بيجمعوا منهم أموال وبيشتروا واحدة وبيعطوها للزكاة، أو على رأي الإمام أبو حنيفة بنحسب قيمتها وبنقول لهم كل واحد عليه كذا من الدنانير. يعني حقيقة القول بتأثير الخلطة في إيجاب الزكاة في الأنعام يؤيد حق رأي الإمام أبو حنيفة في المسألة السابقة اللي هي مسألة جواز إخراج القيمة. على أي حال الراجح أنه لا تأثير للخلطة، والله تعالى أعلم. طيب نكمل القراءة. فإذا كان بين نفسين وهما من أهل الزكاة نصاب المشاع، نصاب مشاع من المشاع من أو مشاع من الماشية في حول كامل، يعني اثنين بيملكوا نصاب مش الواحد، هذا حسب كلام الشافعية. يعني واحد عنده بالنسبة للغنم مثلا، احنا قلنا نصاب الغنم كم؟ 40، واحد عنده 20 رأس والثاني عنده 20 رأس، المجموع كم؟ 40، صار نصاب. نقول لهم انتوا اثنين عليكم شاة، ليه؟ لانه غنمهم رعى مع بعضه البعض صار عليهم شاة. يا عمي انا عندي 20 رأس والشريعة ما قالت يجب على 20 نصف شاة، الشريعة قالت على 40 السائمة سنة كاملة شاة. أنا ما عندي 40، والشريعة لو أرادت أن تجعل 20 رأس نصابا لجعلته وأوجبت فيه دجاجة مثلا أو دجاجتين، تمام، من الطيور صنف آخر، لكن ما أوجبت شيء من هذا. هذا قال لك إذا واحد عنده 20 والثاني عنده 20 ورعت 40 رأس من الغنم مع بعضها حولا كاملا وجب عليهما زكاة الرجل الواحد، وكذلك إذا كان لكل واحد منهما مال منفرد ولم ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول، مثل أن يكون لكل واحد منهما 20 من غنم فخلطاها أو لكل واحد منهما 40 ملكاها معا فخلطاها، صارا كمال الرجل الواحد في إيجاب الزكاة بشروط. طيب خلينا نسمع الشروط التي ذكرها الشافعية لتأثير الخلط الزكاة في مقدار الزكاة الواجبة. احنا قلنا انه الخلط هذا اذا اعتبرناه مؤثرا بانه المال المخلوط كمال الرجل الواحد، فهذا سيؤدي الى احد النتيجتين، اما انه مقدار الزكاة الواجبة يكون اقل على الواحد، وإما أن يكون أكثر حسب العدد، حسب العدد اللي هو إجمالي القطيع الجديد المخلوط. قلنا ممكن نقول له عليك شاتين، ممكن نقول له عليك مثلا 50% من بنت مخاض. طيب نسمع الشروط يا معشر الشافعية. أحدها أن يكون الشريكان من أهل الزكاة، أن يكون الشريكان من أهل الزكاة، يعني مش واحد كافر وعنده رؤوس وقال له نصراني يهودي الى اخره، قال له احنا جيران نخلط الرؤوس مع بعض. والثاني ان نحن نقرا في صفحه 494، والثاني ان يكون المال المختلط نصابا، المال المختلط الجديد نصاب. الامام مالك قال لك كل واحد لازم يملك نصاب فاكثر بعدين يخلطوا، بنتعامل مع هذا المال المخلوط الجديد على انه مال رجل واحد في مقدار في تقدير الزكاه الواجبه عليه. الشافعي لك لو كان الواحد يملك اقل من نصاب مش مشكله، المهم مجموع الرؤوس المخلوطه تساوي نصابا وكانت سائمه اغلب العام. يعني لو كل واحد عنده شاه وهم عددهم 40 جار، الجيران هؤلاء ال40 خلطوا رؤوسهم في قطيع واحد يرعونه رعيا واحدا، هذا عليهم زكاة، عليهم زكاة شاة واحدة على 40، بيقتسموا كل واحد له واحد عليه واحد على 40 من ثمنها من قيمتها. لاحظوا يعني هذا الرأي توسع في من يدفعون الزكاة، زادت الأموال المزكاة بالإجمال، لكن هل هذا منسجم مع مقاصد الشريعة والأدلة التي تدعمه؟ تصمد. والثالث أن يمضي عليهما حول كامل، والرابع أن لا يتميز أحدهما عن الآخر في المراح،
والخامس ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المسرح، والسادس ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المشرب، والسابع ألا يتميز أحدهما عن الآخر في الراعي، والثامن ألا يتميز أحدهما عن الآخر في الفحل، والتاسع ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المحلب، في المحلب، في المحلب بفتح اللام. طيب هذه الشروط التسعة يعني هي اجتهادية، وربما مستند بعضها العرف السائد. هكذا كان يكون الخلط في تلك الأزمنة البعيدة، هكذا كانت الناس تخلط، وربما حتى الذين يخلطون من أهل البوادي أغنامهم أو إبلهم أو أبقارهم أو أهل الأرياف في زماننا بهذه الطريقة أيضا، تشرب من نفس المكان، تسرح في نفس المكان، لها نفس الراعي وهكذا، لأن الهدف من هذا الخلط تقليل تكاليف الرعاية والرعي والمتابعة. تمام، وكما قلنا الناس تحرص على مصلحتها. طيب إيش عندكم أدلة على هذه وهذه الشروط حقيقة وإن كانت اجتهادية أو ربما مردها إلى العرف السائد أو ما شابه، هذه قد تصعب، قد تحري هذه الشروط من قبل ساعي الزكاة، من قبل المصدق اللي هو مؤسسة الزكاة، هذه قد تصعب عملية الإحصاء. يعني كيف سيتأكد من تحقق هذه الشروط؟ تمام، ربما يعني في شهر من الشهور صار في أكثر من راعي، أو توزعت في أكثر من مرعى متقارب مثلا. يعني النظر في هذه الشروط، لما تكثر الشروط بهذا الشكل وتدخل في هذه التفاصيل، هذا يشير بشكل أو بآخر إلى ضعف هذا الرأي الفقهي. أنا بتكلم بشكل عام، لما تكثر الشروط وتدخل في تفاصيل التفاصيل، فبدك تقف وتنظر جيدا ومليا في هذا الرأي الفقهي الذي يرتب هذه الشروط الكثيرة التي تخوض في تلك التفاصيل الدقيقة، لأنه هذا لا ينسجم بالإجمال مع يسر الشريعة، مع يسر الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. تمام، ولذلك حقيقة الأسهل والأحوط، الأسهل والأحوط هو رأي الإمام أبو حنيفة هنا، كل واحد لحاله، ملكت النصاب عليك زكاة كذا، ما ملكتش ما عليكاش، بغض النظر وين رعت، المهم تكون سائمة، مع مين رعت، مين رعاها، وين شربت، وين راحت، وين اجت، مين حلبها، مين ما حلبهاش، كم حلبت، كم ما حلبتش. تمام، والله أعلم. قال والأصل فيهما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكان فيه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما كما في تخريجه، وهو في عند الترمذي وأبو داود بصيغته تلك، بروايته تلك، من قبيل الحسن، لكن في رواية له أخرى ليست كهذه، ليست كالصيغة أو صيغة الرواية اللي عند الترمذي في البخاري وهي صحيحة، لكن هذا الحديث له تأويل، له تأويل عند الحنفية، وتأويل قوي، مش إنه معناه تأثير الخلط الرواية الصحيحة. الرواية الصحيحة لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي كتبه في الصدقة، الرواية الصحيحة لا تفيد مشروعية تأثير خلطة المال في الزكاة. تمام، إنما المعنى هنا أنه لا ينبغي، لا ينبغي للمكلف للمسلم أن يلتجئ إلى إجراءات معينة لأجل التهرب من الزكاة مخافة الصدقة. تمام، لا، أي إجراءات من شأنها التهرب من الزكاة أو تقليل الزكاة
غير مقبولة شرعا، لأنها تحايل على الشرع الشريف. هذا المعنى الصحيح المستفاد من الرواية الصحيحة للحديث هنا، وليس تأثير، وليس تأثير خلط الزكاة أو خلط أموال الزكاة من قبيل الأنعام في موضوع مقدار الزكاة الواجبة. واضح. ثم كثير من التفاصيل اختلف فيها الفقهاء في المذهب الواحد، الذين قالوا بتأثير الخلطة، سواء الشافعية فيما بينهم أو الشافعية مع الحنابلة أو الشافعية مع المالكية. المالكية قال لك إذا ملك كل واحد نصاب فما فوق فالخلطة تؤثر، أما أقل من النصاب لا تؤثر. الشافعية قال لك حتى لو ملك أقل من النصاب تؤثر. فأنت لما تقول ملك أقل من النصاب تؤثر الخلطة، يعني توجب عليه الزكاة، معنى ذلك نسفت النصاب. ملك شاة واحدة وخلطها مع في قطيع من 39، وال39 شاة كل شاة يملكها شخص آخر من الحارة من الجيران، يعني 40 يملكون 40 شخص يملكون 40 رأس من الغنم، فأوجبت على كل واحد منهم الزكاة وإن كان مقدار قليل. أنت نسفت حكمة مشروعية النصاب أصلا في هذا الاجتهاد، لأن النصاب إنما جعل علامة على الغنى، وحولان الحول علامة على ديمومة الغنى. فأنت لما نسفت النصاب بشكل غير مباشر، لما قلت المخلوط القطيع الجديد تجب فيه الزكاة وقسمت على كل واحد حتى لو كان الذي يملكه كل واحد أقل من النصاب، معنى ذلك نسفت النصاب وأوجبت الزكاة على جميع الناس. طب هذا يمكن يكون أفقر فقراء أفقر فقراء الحي، يملك شاة واحدة كل ماله في الدنيا يملك شاة، تيجي تقول له عليك والله 10 دولارات زكاة، بقول لك أنا بالكاد آكل أنا وعيالي من لبنها، فعليه زكاة فيما أملك. ولذلك والله تعالى، وهذا الحديث له تأويل مقبول وليس تأويلا فاسدا وليس تأويلا بعيدا، الرواية الصحيحة منه. تمام. طيب، أما الحديث وذكر دليلا آخر عقليا هنا الإمام الشيرازي بعد أن ذكر الحديث، ولأن المالين صارا كمال الواحد في المؤن فوجب أن تكون زكاته زكاة المال الواحد. هذا يعني مقدمة صحيحة، إن صاروا كأنهم مال واحد في المؤن، الراعي واحد بيشربوا من مكان واحد، حراسة واحدة في مرعى واحد، ما كأنهم مال واحد، كأنهم مال واحد، في مظاهر يعني تشبه المال المملوك لشخص واحد. لكن هذا لا يعني أنه تصير الزكاة على هذا القطيع الجديد كما لو كان مالكه شخصا واحدا. الآن هذا اللي يملك 15 رأس من الإبل، لو مات مش 15 رأس تقسم بين ورثته، فبالتالي مش مالك واحد للقطيع. كأن أقول كأنه في المظهر الخارجي 30 رأس من الإبل يرعون في مرعى واحد وعليهم راعي واحد ويشربون من مكان واحد طيلة العام. لكن هل هذا الظاهر أنه مالك واحد؟ اللي لازمنا نسأل ونتفصل. تمام. لكن هل هذا المنظر الظاهري له تأثير في الزكاة؟ لماذا صار كأنه لازم مال واحد وشخص واحد وبدنا نزكي زكاة واحدة؟ من أين أتيتم بهذا؟ الحديث لا يحتمل، الحديث لا يحتمل. وفي الأخذ بهذا الرأي نسف لحكمة مشروعية النصاب، والله تعالى أعلم. في حديث ذكره هنا في أسفل صفحة 495، وإن تميز أحدهما عن الآخر في المراح أو المسرح أو المشرب أو الراعي أو الفحل أو المحلب لم يضم مال أحدهما للآخر. إذا تميزوا، يعني راعي مختلف، مرعى مختلف، مشرب مختلف، إذا يعني ما تحققت هذه الشروط لم يضم مال أحدهما للآخر. لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والخليطان ما اجتمعا على الفحل والراعي والحوض. هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وهذا الضعف بيّنه الإمام البيهقي والدارقطني وغيرهما،
والخليطان ما اجتمعا على الفحل والراعي والحوض هذا دليل ضعيف. طبعا هم استنبطوا بعض الشروط من هذا الحديث، والبعض الآخر من يعني من ربما من عمومات أخرى لنصوص أخرى، والبعض الآخر من العرف الذي تعارف عليه الناس. والعرف يعني هنا مصدر استئناسي، لكن المسألة كلها بنقول الاجتهاد فيها مرجوح، وهذا الحديث حديث ضعيف. وضعف هذا الحديث من الأدلة التي تقوي رأي الحنفية رحمهم الله تعالى. طيب ذكر أيضا في السطر الأخير في صفحة 495 قال أن من شرطه أن يحلب لبن أحدهما فوق لبن الآخر، ثم يقسم كما يخلط المسافرون أزوادهم ثم يأكلون. خلط المسافرين لأزوادهم في السفر شيء، وخلط الناس لما تملك من رؤوس الماشية في المراعي شيء آخر. فهذا قياس مع الفارق يا معشر الشافعية، يعني ناس مسافرين في قافلة تجارية أو في قافلة من على البعير أعزكم الله، أو في زماننا بالحافلات والباصات، فجعلوا مع كل واحد ما عنده من طعام في ثوب واحد، جمعوا وقسموا فيما بينهم يأكلون معا محبة إحسانا إكراما مروءة، سميها ما شئت. هذا شيء، وخلط الأموال الزكوية شيء آخر. أنا لما أرسل 15 من الإبل أملكها ترعى مع إبل جاري اللي عنده 50 رأس من الإبل، ونضع عليهم على تلك الرؤوس راعي واحد، هذا مختلف تماما. أين هذا من ذاك؟ الناس بالسفر تخلط الأزواد تعاونا على البر والتقوى، أما تخلط رؤوس الإبل في المراعي لأجل تقليل تكلفة الرعاية، وهذه مصلحة أخرى. فالقياس مع الفارق والله تعالى أعلم. هذه المسألة تستمر معنا لغاية أعلى صفحة 496 496، نقف عند عنوان فصل حكم الانفراد للخليطين. نقف عند عنوان حكم الانفراد للخليطين في أعلى صفحة 496 أو في وسطها. طيب نكتفي بهذا القدر. طبعا يعني أنا توضيحا فقط للموقف، كيف يا شيخ تدرس كتاب بالفقه الشافعي وأنت ترجح خلاف رأي الشافعي؟ إحنا نتعلم ونتدرب على طريق الاجتهاد، هكذا ينبغي أن يكون هدف كل طالب علم شرعي، يتعلم العلم على طريق الاجتهاد. وصل الاجتهاد يوما ما أو لم يصله، بتكلم عن الاجتهاد المطلق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أدوات الاجتهاد متيسرة في زماننا أكثر من أزمنة الأئمة رحمهم الله تعالى قبل 1300 سنة. تمام؟ طيب، بلوغ درجة الاجتهاد يحتاج إلى همم عالية وعزائم قوية. علم أصول الفقه جاء لضبط الاجتهاد، ضبط الاستنباط وضبط الاجتهاد، فنحن نعتمد على قواعد علم أصول الفقه ونتدرب من خلالها ومن خلال تطبيقها على الفقه، نتدرب ونعتلي درجة تلو أخرى في سلم الاجتهاد الفقهي. لكن الأفضل والأكمل أن يكون هذا التدرج وهذا الانطلاق المبارك في ظل مذهب فقهي واحد من المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة، وهذا ما نفعله لما ندرس الفقه من كتاب فقهي شافعي، لكن يكون لنا بعض الاستدراكات وبعض الترجيحات وإن كانت خارج المذهب الشافعي. وواضح لكم عرض كتاب المهذب، فكتاب المهذب ليس كتابا مذهبيا صرفا كما هو الحال في شروح كتاب منهاج الطالبين، وهي من الكتب الشافعية المتأخرة. منهاج الطالبين يعتبر عمدة الفقه الشافعي، وعليه شروح كثيرة تلته لأهميته، مثل مغني المحتاج، نهاية المحتاج،
زاد المحتاج، وغيرها كثير. هذه الشروح المنهاج كتب فقهية شافعية مذهبية صرفة، تركز على تحرير وتنقيح الرأي الفقهي الشافعي المعتمد للفتوى عند الشافعية بأدلة كثيرة أو قليلة أو بدون أدلة أحيانا إلى آخره، تمام. أما كتاب المهذب وهو قبل الإمام النووي محقق المذهب، قبل يعني منهاج الطالبين بنحو 200 سنة، يجمع الطرق، طرق المذهب وأقوال الإمام الشافعي القديم والجديد والأوجه، ويذكر الأدلة، وربما يختار من الأوجه، ربما يختار من الأقوال كما هو واضح، نوافق الشيرازي أو نخالفه. يعني طريقة عرض الإمام الشيرازي للمادة العلمية في هذا الكتاب المبارك تساعدنا على هدفنا، اللي هو أن نتعلم الفقه مقترنا بأدلته، ونطبق في هذا التعلم قواعد علم أصول الفقه، لنرتقي في سلم الاجتهاد الفقهي الطويل. ولذلك نحن نتحرر من المذهب في مسائل، ونرجح اجتهادات فقهية سنية خارج المذهب الشافعي، كما رجحنا في هذه المسألة رأي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهي مسألة كبرى في باب الزكاة، وخالف فيها الإمام أبو حنيفة المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى، يعني الجمهور. والمسألة التي قبلها في الدرس الماضي لجواز إخراج القيمة في الزكاة، رجحنا فيها رأي الإمام أبو حنيفة أيضا رحمه الله تعالى، وهو خلاف رأي جمهور الفقهاء. لازم تطلع شاة تبيع، مسنة، بنت مخاض، بنت لبون، حقة إلى آخره، ما بصير تطلع نقود ورقية قيمتها في السوق، هذا على رأي الجمهور. فهذه الترجيحات سببها أننا نتعلم الفقه هنا، ونتحرى الأدلة مستعينين بالله عز وجل أولا وأخيرا، ثم بقواعد علم أصول الفقه، لأجل أن نتدرب على الاجتهاد. والاجتهاد لا يأتي بين ليلة وضحاها، والمجتهد المطلق لا يولد مجتهدا، فكل مجتهد كان يوما تلميذا عند شيخه. الإمام الشافعي كان تلميذا عند الإمام مالك بن أنس، لكنه لم يبقى فقيها مالكيا طيلة حياته، إنما استقل بشخصية اجتهادية في أصول الفقه وفي الفقه عن الإمام مالك، بل وعن الأئمة الآخرين، أئمة الاجتهاد الفقهي في ذلك الزمن، أمثال الإمام أبو حنيفة والإمام الأوزاعي والإمام الليث بن سعد وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا رحمة واسعة. قلت هذا للتوضيح، لأنه هذه يعني في درسين متتاليين رجحنا رأي الحنفية في مسائل كبرى، وخالفنا رأي الشافعية مخالفة صريحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وبالله التوفيق. وقفنا عند منتصف صفحة 496 من المجلد الثاني، نستأنف إن شاء الله من هذا المكان، من هذا العنوان، فصل حكم الانفراد للخليطين، وفيه استئناف لما ذكرنا في هذه المحاضرة. إن شاء الله المحاضرة القادمة في الدرس 123 إن شاء الله تعالى الكريم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إني داع فأمنوا. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، عدد ما عد ويعد وسيعد العادون من خلقك في ملكك إلى يوم الدين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا الله، يا غفور يا غفار، أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تتوب علينا جميعا يا تواب يا رحيم، وأن تعفو عنا جميعا يا عفو يا حليم، وأن تجيرنا جميعا من عذاب القبر، وأن تجيرنا جميعا من عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، وأن تجاوز بنا جميعا الصراط بسلام يوم القيامة، وأن تدخلنا جميعا الجنة مع الأبرار برحمتك بنا يا رحيم يا رحمن. اللهم وأن تجعلنا جميعا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا برحمتك بنا أجمعين يا الله يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير،
وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.